بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رغم الألام اللي شعرنا بها في الليلة هدية من التعرض المدنيين في عدة مناطق في طرابلس للهجوم الغادر والخاين من عديمي الرجولة والمروءة والشهامة الذين تعرضوا وقصفوا المدنيين الأبرياء، رغم الألام من رؤية الجثث والأشلاء والدماء وصرخات الأطفال والحرائق التي في البيوت، رغم كل هذا الألام لكن نشعر بالفخر لما نرى الوجوه النيرة والشباب الطيب المبارك اللي خرج من بيته في هذه الساعات المتأخرة ليتظاهر في ميدان الشهداء. والله شيء يسر القلب، قسما بالله شيء يسر القلب، أن ليبيا فيها رجال، ليبيا فيها رجال باقين على المبدأ بإذن الله. كلما غادر جيل هناك جيل من خلفه يحمل الأمانة، ولما نرى هذه الوجوه، وجوه الشباب، نشعر بالأمل بأن مستقبل ليبيا بإذن الله في أمن وأمان، ما دام في ناس حرة، شباب حرة تأبى الظلم وتأبى العبودية وتأبى هذا المشروع الفاسد لهذا المجرم الأسير المتمرد. أيضا لا يفوتني فخر لنا جميعا يا شباب ويا رجال لما نرى أخواتنا النساء الحراير، والله من أول ما وصلت للميدان تليفونات من كثير من الأخوات، كل واحدة تسأل بالله يا شيخ في نساء في الميدان نبي نجي، وفي من النساء اللي جت على رجليها من بيتها، قسما بالله حق لكم تفخروا بأن هؤلاء هم أمهاتكم وأخواتكم وزوجاتكم وبناتكم، وهذا هو الرد على هذا المجرم أسير تشاد المتمرد، هذا الأرملة، هذا الحقير الذي ليس لديه رجولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذا أقوى رد، هام رجال ليبيا وشباب ليبيا ونساء ليبيا وبنات ليبيا، هام في الميدان قدامك رؤوسهم عارية بوجوههم بأسمائهم، والراجل فيكم أنتم ينزل للميدان زي ما نزلوا هذا من الميدان. ما نقصفوش الأبرياء، ما نعتدوش على الأبرياء، ما نقتلوش الأسرى، ما نعذبوش الأسرى، ما نسرقوش البيوت. يا همج يا رعاع يا مغول العصر، نحن حتى عندما نقاتل بشهامة ونقاتل برجولة ولا نخالف القوانين، لا نخالف الشرع ولا نخالف القوانين. بارك الله فيكم على الوقفة هذه، ميزان حسناتكم، ونسأل الله يتقبل منا منكم في هذه الليلة المباركة هذه. بارك الله فيكم.